تعالى بقى نروح لخبر مهم بجد، وسيبك من محمد ناصر ونفايات الإخوان، نروح لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيه؟ ودي بقى حاجة مهمة انعكست، إنما تعكس الاهتمام الحقيقي بصحة المصريين بشكل عام وبصحة أهالينا اللي محتاجين خدمة رفيعة المستوى، خدمة دقيقة جدا، خدمة عاجلة جدا، وفي نفس الوقت لازم تبقى بسعر زهيد جدا 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 جدا، اللي هو التأمين الصحي الشامل اللي أكبر وأدخن وأغلى عملية فيه لا تتكلف أكتر من 300 جنيه. وأنا سمعتكم ده بلسان الناس اللي رحنا صورنا معاهم في المستشفى في الإسماعيلية. طيب الرئيس وجه بإيه؟ وجه بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة في الحوار الوطني الخاصة، التوصيات الخاصة بإيه؟ بالتأمين الصحي الشامل، لأنه على ما يبدو كان هناك الكثير من المقترحات، الدعوة إلى المزيد من التطوير أو التعديل أو التصورات الأكثر حداثة ربما. طب تعالى نفهم أكتر من دكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني. أهلا أهلا يا دكتور راندا. أهلا يا فندم. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. دكتور راندا، يمكن احنا النهارده واحنا بنقرا ان هناك توجيهات من فخامه الرئيس بدراسه عاجله ودقيقه لتوصيات لجنه الصحه في الحوار الوطني، اذا من على ما يبدو ان هناك الكثير من التوصيات اللي من شانها الدفع بالمزيد من تطوير الخدمه، صح ولا انا مش تمام؟ زي ايه بقى؟ هقول لحضرتك. قولي لي. احنا طبعا احنا عندنا قائمه كبيره في للمناقشه في الحوار الوطني، لكن احنا حبينا نبدا بالتامين الصحي الشامل زي ما حضرتك قلت، لان دي اهم حاجه ممكن تحصل للمواطن المصري. طيب احنا التوجيهات سياده الرئيس هو تسريع وتيره تطبيق التامين الصحي. احنا عندنا ايه في التامين الصحي؟ بيبدا بايه؟ والمعدل بتاعه ايه؟ احنا عندنا قانون رقم 2 لسنه 2018 بالتامين الصحي الشامل. من ساعتها لحد دلوقتي احنا خلصنا بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وداخلين على جنوب سيناء وأسوان والسويس. دي مرحلة أولى. احنا سنة 23. سيادة الرئيس كان ودي، كان المفروض انه يخلص 32، لكن ودي احنا نخلصه 30. حلو. قياسا على الفترة دي، الفترة اللي جاية قليلة على التطبيق. وبالتالي لقينا ان في بطء في التطبيق. ليه بطء في التطبيق؟ لان واحد في معايير هامه جدا للمستشفيات، يعني المستشفيات لازم تبقى ماشيه بكود معين للتامين الصحي، ودي مكلفه جدا. نمره 2، لحد دلوقتي التامين مغطي حوالي 3 مليون، احنا كام مليون؟ ففي الفتره اللي جايه دي مش هيبقى المعدل بنفس الوضع. نمرة 3، احنا عندنا في التأمين 3 مراحل. المرحلة الأولى الأساسية اللي هي طبيب الأسرة، اللي هو الرعاية الصحية الأولية، ودي مهمة جدا، ودي معظمنا بيحتاجها، يمكن 60-70% من المواطنين هيحتاجها أو بيحتاجها عاجلة. وبعدين تيجي بعديها الرعاية الثانية، وتيجي بعديها الأكثر تخصصية، وتيجي بعديها الرعاية الثالثة الأكثر تخصصية. فإحنا كنا ماشيين كده بناء على المادة رقم 3 من القانون اللي بتقول الرعاية الأولية والثانية والثالثة. طيب إحنا لو فضلنا بالطريقة دي هيبقى فيه مش هنقدر، لقينا إن مش كل الناس هتتمتع بخدمات التأمين دلوقتي، كل شوية هيستنوا حبة. فقلنا إن إحنا ليه ما نمشيش بالعرض، يعني نطبق في خلال 3-5 سنوات الرعاية الصحية الأولية في كل محافظات مصر، فيبقى مصر كلها بتستمتع وعندها تغطية تأمينية للرعاية الصحية الأولية. يعني إيه الرعاية الصحية الأولية يا دكتور؟ الرعاية الصحية الأولية زي موجود في إنجلترا وفي أمريكا، مش كل ما تتعب تروح للمستشار للاستشاري. لا، انت بتروح الاول لطبيب الاسره، ولذلك الاهتمام بطبيب الاسره او تخريج طبيب الاسره ده هام جدا دلوقتي، اللي هو بيقدر يسمعك ويشوف ويقدر يديلك علاج وتخف ومش محتاج تفاصيل اكتر. لكن لو انت عندك حاجه
اكبر شويه ومحتاجه رعايه اكتر شويه بتدخل في الرعايه في الـ في الـ 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 الخدمه الثانيه. ولو حاجه محتاجه علاج، تغيير مفصل، مش عارف ايه، تخش على الرعايه الثالثه. ماشي. لكن الرعايه الصحيه الاولانيه دي مهمه لناس كتير جدا مننا، كتير جدا. فليه احنا نحرم محافظات كتير انها تتمتع بالتامين الصحي؟ يعني القاهره والجيزه تيجي سنه 30، معقوله سكان القاهره والجيزه يستنوا سنه 30 عشان يتغطوا بالتامين الصحي الشامل؟ ده القاهره والجيزه، القاهره والجيزه والقليوبيه دول لوحدهم خمس مصر. فاذا احنا كان هدفنا ان احنا في خلال 3 لـ5 سنوات نغطي جمهوريه مصر العربيه بالرعايه الصحيه الاوليه. حلو. وبعدين نكمل الثانيه والثالثه. لكن في هنا نقطه، ان احنا محتاجين نعدل الماده رقم 3 من قانون التامين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018 عشان نقول ان احنا هنغطي جمهوريه مصر العربيه بالرعايه الصحيه الاوليه. واللي انا ان شاء الله اتوقع واحساسي ان لازم يكون في تعديلات تشريعيه قريبه باذن الله عشان نقدر نكمل في هذا المجال. مش بس كده، الحقيقه كمان احنا اقترحنا برضو من التامين الصحي التوسع في قاعده المنتفعين. يعني في فئات مش شاملها التامين، زي العماله الغير منتظمه. زي مثلا عمال الدليفري على سبيل المثال. فدول لا، احنا سياسه الرئيس انه يوفر رعايه صحيه لكل شعب مصر. ما ينفعش يكون فئه محرومه من هذه المظله. صحيح. وبالتالي طلبنا توسيع قاعده المنتفعين وايجاد جهات تقدر تسدد عنهم الاشتراكات، زي مثلا مؤسسه حياه كريمه او مثلا التضامن الاجتماعي وغيره. طيب ثالث حاجه ودي حلوه جدا لقطاع كبير جدا، اقترحنا اضافه خدمات صحيه جديده واهمها الصحه النفسيه العلاجيه. يعني في ناس بتحتاج علاجات، عندهم مرض نفسي وبيحتاجوا علاجات، العلاج ده لازم يتغطى من التامين الصحي. دي كانت اكتر 3 حاجات خاصه بالتامين الصحي. يجي بقى موازي ليهم ان احنا طالبنا بضروره الاسراع في مناقشه وصدور القانون المنظم للمسؤوليه الطبيه. ليه؟ لان المسؤوليه الطبيه دي اهم حاجه اللي بتخلي الدكتور يستقر وتخليه امن على حياته وتخليه مش قلقان وتخليه يشتغل بما يرضي الله. صح 100%. يعني انا متوقعه، انا الحقيقه متفائله وسعيده جدا 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 يعني لاستجابه سياده الرئيس السريعه زي ما وعدنا. هو وعدنا ان هو هيستجيب لتوصيات الحوار الوطني، ويعني هو يعني نفذ وعده، وانا متفائله خير ان شاء الله ان التامين الصحي هيكون مظله تخدم كل مواطن مصري على ارض مصر باذن الله، وتقدم له الرعايه الصحيه الاوليه في خلال 3 لـ5 سنين باذن الله. يا ريت باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور رندا، كل الشكر دكتور رندا مصطفى مقرر لجنه الصحه بالحوار الوطني.